بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الثلاسيميا. الثلاسيميا معروف ان كلمه ثلاسيميا هي عباره عن جزئين، ثلاثه معناها سي وايميا معناها ضاد. فدي معناها ان المرض اللي هو بيحدث في الناس اللي هم ساكنين بالقرب من البحر، عشان كده المرض ده برضه اسمه ميديترينيان انيميا، يعني معناها انيميا البحر الابيض المتوسط. المرض ده اول ما تم اكتشافه سنه 1925 عن طريق عالم اسمه كولي. العالم كولي ده كان اكتشف المرض في طفل، او كان في مجموعه من الاطفال كان عندهم اعراض، ظهرت عليهم الاعراض الكلينيكيه للمرض. أول ما تم اكتشاف الثلاسيميا تم اكتشافها في أمريكا الشمالية. طبعا المرض أساسا هو موجود في الدول اللي هي ناحية البحر الأبيض المتوسط، لكن ظهوره في دول تانية بعيدة عن البحر الأبيض المتوسط ممكن يعزو إلى الهجرة، إن في ناس من الأماكن اللي ساكنة في الأماكن اللي بيحصل فيها انتشار المرض بتهاجر إلى دول تانية، فبالتالي المرض بيظهر في الدول دي. زي ما احنا اتكلمنا قبل كده عن تركيب الهيموجلوبين، وقلنا الهيموجلوبين اساسا بيتكون من هيم وبيتكون من جلوبين، وقلنا ان الهيموجلوبين بيتكون من هيم وبيتكون من جلوبين، وقلنا ان الهيم ده بيتكون من ايرون من حديد، وبيتكون من حاجه اسمها بروتوبورفيرين، وقلنا ان الجلوبين ده بيتكون من حاجه الفا تشين، وبيتكون من يعني في بيتا جلوبين والفا جلوبين، بيتا جلوبين والفا جلوبين. طبعا الانيميا اللي هتحدث في الانيميا دي نقص الحديد مثلا بتبقى اسمها الايرون ديفيشنس انيميا، وبرضه بتديني مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، يعني حجم خلايا الدم الحمراء وكمية الهيموجلوبين اللي موجودة داخل خلايا الدم الحمراء بتبقى قليلة، لأن ده بيأثر برضه نقص الحديد بيأثر على تصنيع الهيموجلوبين. هنا بقى احنا بنتكلم عن الجزء من الأنيميا اللي هو بيأثر برضه على تصنيع الهيموجلوبين اللي هو ليه علاقة بالجلوبين، بالجلوبين. طبعا معروف إن الجلوبين ده عبارة عن بروتين بيتم السنسز بتاعته داخل خلايا الدم الحمراء أثناء عملية التصنيع، لأن خلايا الدم الحمراء بيتم تصنيعها في البداية لما تبقى خلايا هي الإما تيون خلايا غير الضبجة بيبقى فيها نواة، فالفترة اللي فيها خلايا الدم الحمراء موجود جواها نواة هي الفترة اللي بيتم في خلالها تصنيع الهيموجلوبين بكمية كافية تكفي خلايا الدم الحمراء أثناء الفترة اللي بتعيشها في الدورة الدموية اللي هي 120 يوم مثلا في الإنسان. لو جينا احنا نتكلم عن ايه اللي بيحصل بعد الثلاسيميا، اللي بيحصل في الثلاسيميا زي ما احنا عارفين ان داخل النواه في الكروموسومز، موجوده الكروموسومز الكروموسومات، ودي الكروموسومات دي عليها الدي ان ايه تمام الحمض النووي، والحمض النووي ده كل جزء منه بيعتبر عباره عن جين، الجين اللي هو مسؤول عن تخليق حاجه معينه داخل جسم الانسان او داخل اي كائن حي. هنا هو اللي بيحصل ان الجلوبين ده الالفا جلوبين والبيتا جلوبين الجينات المسؤوله عنهم بتبقى مش موجوده، احد هذه الجينات او كل الجينات. على سبيل المثال الالفا جلوبين، الالفا جلوبين الجينات اللي هي مسؤوله عن الالفا جلوبين موجوده على كروموسوم رقم 16، كروموسوم رقم 16. زي ما احنا عارفين ان الكروموسومات تبقى موجوده في ازواج، عباره عن زوج، كل ناحيه الناحيه بتيجي من الاب وناحيه بتيجي من الام. الكروموسوم رقم 16 ده، الكروموسوم رقم 16 اللي هو بيبقى عليه الجينات اللي هي بينتج عنها تصنيع ل اللي هو الالفا جلوبين، بيبقى موجود 2 جين على الكروموسوم على ناحيه و2 جين على الناحيه الثانيه، يعني في 2 جين بيجوا ناحيه الاب والاثنين جين بيجوا ناحية الأم، فكده في كام جين؟ كده في أربع جينات مسؤولين عن التاج اللي هو بتاع الألفا جلوبين. البيتا جلوبين بيبقى موجودة الجينات بتاعته على كروموسوم رقم 11. كروموسوم رقم 11 ده جين عبارة عن
اثنين جين بس، كل رايح يعمل اللي هي الكروموسومات اللي هم الزوج بتاع الكروموسومز، كل ناحيه موجود عليها جين واحد بس لتصنيع الايه؟ البيتا جلوبين، وده اللي هو الصوره الطبيعيه، يعني انا لقيت الشكل ده يبقى ده هو كده الهيموجلوبين، كميه الجلوبين اللي موجوده الالفا والبيتا جلوبين هتتصنع بكميات كافيه، مش هيحصل فيها اي مشكله. فبالتالي هنا نظرا لان اليونت الاساسيه المسؤوله عن تصنيع الهيموجلوبين اللي هو الجلوبين هنا عباره عن حاجتين الفا جلوبين والبيتا جلوبين، فبالتالي تم تقسيم الثلاسيميا الى الفا ثلاسيميا وبيتا ثلاسيميا وبيتا ثلاسيميا. برضه هنرجع تاني نقول نظرا لان الالفا ثلاسيميا مسؤول عنها الالفا جلوبين، نظرا ان الالفا جلوبين مسؤول عن تصنيعه اربع جيات، يبقى في عندي اربع احتمالات ممكن تحصل في الحاله دي وتظهر عندي اعراض الالفا ثلاسيميا، فبالتالي الالفا ثلاسيميا ممكن تظهر اربع احتمالات، بمعنى ان ممكن يحصل اختفاء، يعني يبقى في جين واحد مش موجود وفي ثلاثه بس مصنعه، فدي نوع من انواع الثلاسيميا، ممكن يبقى في اثنين جين مش موجودين، ممكن يبقى ثلاثه مش موجودين، ممكن يبقى اربعه مش موجودين، لكن البيتا ثلاسيميا نوعين بس، ودول ده نتيجه لان هو زي ما قلنا ممكن جين واحد يكون مش موجود ودي تبقى حاله، وممكن يبقى الاثنين مش موجودين ودي تبقى حاله ثانيه، فبالتالي هنا الثلاسيميا ده مرض وراثي بيحدث، بيبقى المشكله كلها بيبقى السبب الرئيسي بتاعه هو سبب وراثي، بمعنى ان الدي جين المسؤول عن تصنيع الجلوبين سواء الالفا جلوبين او البيتا جلوبين بيبقى مش موجود، يا اما احد هذه الجينات يعني جين واحد مش موجود او اكثر من جين مش موجود، ففي الحاله دي ده بيؤدي الى ظهور اعراض مرض الثلاسيميا، لانه بيأثر طبعا على انتاج الهيموجلوبين، بيأثر على كميه الاكسجين اللي واصله للخلايا، فبتظهر عندي هنا الاعراض الكلينيكيه للثلاسيميا والاعراض المرضيه، وبتتفاوت الدرجه بتاعت المرض على حسب كام جين مش موجود، كام جين مش موجود، وده اللي هنتكلم عنه ان شاء الله في الفيديو الجاي، هنتكلم عن الالفا ثلاسيميا بالتفصيل، وفيديو بعد كده هنتكلم عن البيتا ثلاسيميا بالتفصيل.